الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية تنظم مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي بمدينة أصيلة في دورته الثانية من 10 إلى 13 سبتمبر 2014. للمزيد من المعلومات www.asila.org. كرحبوا بك معنا في هذا المهرجان ديال أصيلة. شنو هي الارتسامات ديالك حول هذا المهرجان من الدورة ديال الأولى للدورة ديال الثانية التوالية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لابد بداية من التنويه بالمجهودات التي تبذل من قبل القائمين على هذا المهرجان الذي يتقدم بالمقارنة مع الدورة السابقة. من الواضح أن هناك تقدم كبير. الدورة السابقة كانت دورة ناجحة وهذه الدورة ستكون أنجح. المهرجان يعمق الآن ويرسخ ثقافة الفيلم الوثائقي وهي ثقافة جديدة ما زالت في طور التبلور على المستوى السينمائي في بلادنا. والمهرجان ليس فقط يعرف بالفيلم الوثائقي بل يضع الأسس القمينة أو الكفيلة بتوفير شروط التطور الإيجابي له في البلد، خاصة وأن التعددية الثقافية والتنوع الموجود والتحديات التي نواجهها تقتضي هذا النوع من الأعمال الوثائقية. وشكرا. واش يمكننا نعرف النظرة ديالك العامة للفيلم الوثائقي؟ الموضوع الفيلم الوثائقي، أعتقد بأن الفيلم الوثائقي لم يأخذ بعد المكانة التي يستحقها. ما زلنا في البدايات. الأمل هو الجيل السينمائي الجديد الشاب المتحرر من الأنماط التقليدية والذي يعمل على توظيف كل الممكنات السينمائية بما فيها السينما الوثائقية والفيلم الوثائقي في الشغل على قضايا الواقع وقضايا الإنسان، في الشغل على القضايا التي تواجه المواطن. ولهذا الفيلم الوثائقي هو فيلم يشتغل على الواقع ويعكس الواقع ويقدم الواقع، ولكن من منظور إنساني. وأعتقد أن الحراك الثقافي الموجود في بلادنا يمثل تربة خصبة لذلك. شكرا. شنو هي الرسالة اللي كتوجه بصفة عامة للأطفال المشاركين في الورشات والشباب اللي تم ممكن الورشة ديال الشباب؟ أول رسالة هي التكوين. الفيلم الوثائقي على خلاف باقي الأفلام يحتاج إلى تكوين علمي عميق، معرفة، ثقافة عامة. أنصحهم بالمطالعة، بالانفتاح، وفي نفس الوقت بامتلاك حاسة نقدية إذا ما يقفون عليه وهم يشتغلون في هذا المجال. أيضا عليهم أن لا يعتبروا أن السينما الوثائقية سينما الكبار، لا، بل أيضا هناك سينما وثائقية خاصة بالصغار. شكرا.